تكون الرحمة الرحيمية؟ الرحمة الرحيمية مو لكل واحد، مو لكل شخص، لأشخاص وفروا في أنفسهم القابلية. إذا واحد وفر لنفسه القابلية، سار في هذا الطريق، الله سبحانه وتعالى يفيض عليه من تلك الرحمة الخاصة. وإذا واحد ما سار في ذلك الطريق، الله سبحانه وتعالى لا يفيض عليه من تلك الرحمة. هذه الرحمة الثانية هي الرحمة المهمة، يعني الذي يسعد الإنسان في دنياه وآخرته، هذا النوع الثاني من الرحمة، الرحمة الرحيمية. كيف نحصل على هذه الرحمة الرحيمية؟ الرحمة الرحمانية الحمد لله كلنا متنعمون بها، كل نفس نتنفسه رحمة من جانب الله علينا، ولكن هذه الرحمة الرحيمية، الرحمة الخاصة التي اختص الله بها بعض عباده، يحتاج إلى ماذا؟ هنالك مجموعة من الأمور. أحد هذه الأمور التعرض للرحمة الرحيمية. التعرض جدا مهم. الله سبحانه وتعالى يعلم، يا من يعلم حوائج السائلين، يا من يعلم ما في ضمير الصامتين. الله ما يحتاج، ولكن التعرض للرحمة، سؤال الرحمة، التذلل إلى الله، هذا يوفر في نفسك هذه القابلية. يعني هذا القلب مو قابل، السؤال، التعرض للرحمة الإلهية يوفر في نفوسنا هذه القابلية. وإذا وجدت هذه القابلية، الله سبحانه وتعالى يفيض علينا. أكو هنالك رواية، حقيقة هذه الرواية تهز الإنسان. تقول هذه الرواية: يؤتى بعبدين في يوم القيامة، عملهما متساوي من جميع الجهات. هذا كان يصلي النوافل، ذاك أيضا يصلي النوافل، هذا يصلي صلاة الليل، ذاك يصلي صلاة الليل، هذا يتصدق على الفقراء، ذاك يتصدق على الفقراء، هذا بنى حسينية، ذاك أيضا بنى حسينية، ولكن بعد الحساب والكتاب يوضع أحدهما في درجة في الجنة ويوضع الثاني في درجة أعلى. طبعا الدرجة في الآخرة نحن لا نعلم ما هو مفهوم الدرجات. درجة يعني شنو؟ نفهم معاني إجمالية. في الرواية أكو بين الدرجة والدرجة كما بين الأرض والنجوم البعيدة. هذا المثال لعله أيضا لمجرد التقريب، وإلا نحن لا نستطيع أن نتصور الآخرة. هذا العبد يتعجب، يقول: يا الله، كان عملنا واحدا في هذه الدنيا، ليش ذاك إلى تلك المنزلة وأنا ما عندي تلك المنزلة؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: لأنه سألني ولم تسألني. هذا هو الفارق، السؤال من الله، هذا إلى موضوعية في حد ذات، التضرع إلى الله، التعرض للفيض الإلهي، هذا مؤثر جدا في صنع القابلية. إذا أردت أن تكون غنياً فقل: يا غني.
الأوراد المعينة يقولون كل اسم من أسماء الله يستشفع به ويتوسل به لما يناسب تلك الصفة. إذا واحد يريد أن يكون غني، الصفة التي تناسب الغنى يا غني، قل يا غني في كل يوم 100 مرة، 1000 مرة، 100,000 مرة، بقدر ما تتمكن. إذا أردت أن يغفر الله سبحانه وتعالى لك فقل يا غافر وكرر هذه الكلمة. إذا أردت الشفاء كرر كلمة يا كافي 10 مرات في كل يوم حتى يكون ورد، هذا مؤثر. إذا أردت كل حاجة من حاجات الدنيا والآخرة فتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، تعرض لهذا الفيض. الله سبحانه وتعالى فيضه متاح، فيضه مباح، ولكن يحتاج إلى تعرض. تعرض لمعروفك المتعرضون، هذا هو الشرط الأول، التعرض للفيض الإلهي. الشرط الثاني الانقطاع. مرة واحد يقول يا الله، ولكن فكره لاح وقلبه ساح. هذه يا الله تؤثر ولكنها قليلة الجدوى. أما إذا انقطعت إلى الله، قطعت كل شيء، فرغت قلبك من كل شيء وتوجهت إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الانقطاع يؤثر في الفيض وفي الرحمة الإلهية.